حريقة الجزائر تحترق. فالحرائق اندلعت في عدة ولايات شرقية البلاد. يا لطيف ولطف يا لطيف ولطف. اشتعلت الحرائق في الغابات وأتت على عشرات الآلاف من الهكتارات. السلطات قالت إن ولايات بجاية، بويرة، بومرداس، وسكيكدا، جيجل خراطة بجاية، وحاصرت النيران العائلات في ولاية بجاية. وراهي رايحة ما تطفاهاش ليه؟ مية موضوعة وما فيش مية في الثلاجة. بلغت حصيلة الضحايا إلى 34 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى. رحمة الله على كل ضحايا. وربي يصب العائلة. من يقف وراء إشعال حرائق الغابات في الجزائر؟ شكون إشعال النار؟ المخزن. نعم، ما كناش نسمعوا الغابات تاعنا يتحرك. دوكا ولينا ملي قطعنا العلاقات مع المروك الى يومنا كل صيف نفوتوها في حرائق غابات. جاو من المروك من الحدود راحوا كاع الغابات تاع الجزائر وشعلوا فيهم النار. حرقوها لك هما باينه بلي حرقوها لك. مالاش قابلين المراكب في الجزائر يخرجوا يبعدونا. عاودوا لهم تاع 75 عاودوها لهم. اخرس اخرس يا ابن الكلب. ولا 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 تمنيكو بالشعب تمنيكو. وكالة الأنباء الجزائرية قالت إن النيابة العامة أصدرت أوامر بفتح تحقيقات ابتدائية. كما تمت معينة عبارة عن أواني دلالة عن وجود أشخاص قاموا بالاستراحة في عين المكان واحتمال تسبوا في اندلاع الحريق هذا. شوفوا كل شيء محروق، الأرضية كلها محروقة إلا الأواني. كل ما حول الحريق وفي الحريق صار رمادا والتبصيل بقى بيض وغاديين زعما كيرفعوا البصمات. والله العظيم أنا في الذكاء مريض تاني. دابا عباد الله بالله عليكم كل شيء محروق وقنينة ديال البلاستيك ما تحرقاتش. دابا اشرح لي هذيك الكوكا علاش ما تحرقاتش؟ راه قاومات 1000 درجة حرارة ما تحرقاتش. القرعة المجاهدة بقات كيف ما هي، ولا نقطة ديال تفحم ولا آثار ديال الحريق كاينة في هذه القنينة هذه. بقول لك في الذكاء أنا بوست أطر في الذكاء. وبلاتي كاين واحد الكاس. شوف هذا كاس ديال البلاستيك ما تحرقش. قسمك بالله ما تحرق. البلاستيك في حضارات الجزائر ما كتحرقش، خرقوا القواعد ديال الفيزياء. عارف فيزا غرف؟ أنا اللي مديلو الفيزا. وزاد واحد الفيديو واحد اخر كيبدا بانهم كيشوفوا واحد السيد واحد النار شاعله لهيه. ها الدخان هي راك تشوف فيه، ها يطلع الدخان، ها راك تشوف فيه وراه يطلع. مشاو ركبوا في الطوموبيلات. وصلوا عندك السيد. عافاك شا كدير؟ واش كدير؟ عافاك شا كدير؟ What are you doing? Just hanging around. عافاك بلي هذه جريمة تعاقب عليها القانون. أنت تتكلم قاعد. الله برافو حبيبي. في ماشي هندي نقسم لكم بالله الهنود ما بقوا كيديروا هاد الفضايح. صاحبي توقفوا صاحبي عن إهانة أنفسكم صاحبي، توقفوا عن جعل أنفسكم أضحوكة صاحبي. لكن الكارثة الكبرى أنه هذه الدولة ما عندهاش إمكانيات باش تواجه الحرائق. درك رانا في 3 سنين وحنا نسمعوا باللي كاين كنادير كاين كنادير. جزائر تملك طائرة تنفد 12000 لتر. راه شفناها عاود في الشروق كتعمر بالقادوس. عباد الله هذه كتسمى طائرة برمائية، أي أنها خاصها تقوم بملء الخزان ديالها يا إما من سد يا إما من نهر يا إما من محيط، ماشي كتعمر الخزان ديالها بالتيو. واش غادي يعمرها بتيو صغير ديال شاحنات الاطفاء؟ راه خاصها شي 20 يوم باش تعمر. تتكون حضارات الجزائر كلها تحرقات والخزان ديالها مازال ما عمر. راه خاصها شي 20 يوم باش تعمر. دابا العين ما تضور. دابا ما تضويش. خوتي الله يحفظكم، كاش واحد يفهم الجوادين تاعنا يفهمهم باللي طائره الاطفاء اللي تطفي النار اللون تاعها يكون صفر ولا غوز بونبون ولا ابيض غير كيف كيف. والله ما عارف غير منك دلوقتي ابو حميد. لكن ممكن ديروا لنا عرض على الطائرات لإطفاء النيران. تبوني روح عند واحد يبيع تراكتورات في معرض يقول له عندكم طائرات تشويه ندوه. مستعجل جدا، عندنا عرض ينوفر دي كندا. المكلخ ديال العام جد حشاكم يعتقدوا ان جميع طائرات اطفاء الحرائق كتسمى طائرات كنادير. تيسول على طائره الكنادير عند الامريكي تيديروا بحال هذاك اللي كيمشي عند مول الحانوت يقول لي اعطيني دانون جيرفي. كانت جاي تشري في برويطة يعني والله أضحكت من أمم على بلادنا. مشكلة في 97 حريق 16 ولاية في مساحة قد المغرب. قلت بأن المساحة قد المروك، راه المغرب عنده 90000 كيلومتر مربع تاع الغابات، الجزائر فيها 41000 كيلومتر مربع تاع الغابات. قصف قبع. منذ أيام وقعت حرائق في المغرب، المغرب عنده طائرات لإطفاء الحرائق. والمملكة هي من أوائل الدول التي اقتنت بمبادرة ملكية الكنادير قبل أكثر من 10 سنوات. عندهم 9 طائرات أسطول يا جدك، وهي تبوء المرتبة الرابعة عالميا في امتلاكها. أعطيها العصر في الكسب.
استعمل حتى طائرات هذه المسيرة لإطفاء الحرب. لأول مرة المغرب يبدأ في استخدام الطائرات المسيرة لعمليات مكافحة حرائق الغابات، والمغرب هو البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذي ليس فقط يتوفر على أسطول كبير من طائرات الكنادير، وإنما أيضا بدأ يستخدم الطائرات المسيرة. هنا نمدوا ملايين دولارات لفلسطين الشهداء، هنا نمدوا مليار ونص مليار دولار إلى البريكس، هنا نوزعوا ملايين دولارات على تونس. الزلط والتفرعين الزلط والتفرعين كلام فارغ.